السلام عليكم، معكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو جاي نحكي عن مش عارف بصراحة كيف أفاجئكم. صوت الكتاب فحط إيدي عليه عشان عشان ما ينهفش فيديو. هذا الكتاب طاقة الخطيئة. هذا الكتاب هو رواية، خلينا نحكي، بتحكي عن بنت كانت، كيف أحكي لكم إياها، يعني كانت فقيرة، وضعها المادي مش كويس، ومع الظروف يعني صارت كيف ما عارف كيف بدي اشرح لكم الموضوع بصراحة. يعني كانت يعني من مهم وضعها المادي مش كويس وكذا، وبعدك تعرفت على ناس وكذا، والناس هذول طلعوا مش كويسين، والناس اللي مش كويسين هذول صار لهم منها اشي مش كويس، وبعدك تعرفت على واحد لبناني، واللبناني هذا طلع مش مظبوط. المهم يعني مش هقدر احرق اكثر من هيك بالقصة اللي انا حبيتها بصراحة كثير. طبعا مش هقدر افاجئكم وجه الكتاب عشان الصور الزفت اللي عليه. الكتاب أمانة أنا حبيته، الرواية هاي بشكل عام أنا حبيتها، وبصراحة ما بشوفش حدا بيحكي عنها، ممكن عشان صوت الغلاف الله أعلم. قرأتها طبعا، أنا قرأتها قبل ورجعت قرأتها مرة ثانية عشان الكورونا. طبعا منيح حظ الكورونا طبعا فادني، إنه خلاني أرجع أعيد كتب كثير من هذا الكتاب. حلوة بصراحة، أسلوب الكتاب حلو، حيخليك تتعاطف مع بنت الكلب هاي الوسخة، حيخليك تتعاطف معها، وبخليك هذا الكتاب كيف اشرح لكم اياها، بخليك تستوعب او تشوف انه ما فيش حدا كويس. خلينا اقرا لكم بس هذا الكلام اللي هون عشان توصل لكم انا شو قصدي، شو نفسي احكي لكم. حياتي سلسلة من الخطايا الصغيرة والتجارب التي تصل الى حد المغامرات. لقد كنت دائما افعل ما اريد، واكثر ما كنت اريده كان نوعا من الخطيئة. وقد اكتشفت بعد اذن إن جميع الناس يخطئون، وإنهم جميعا يحاولون ستر خطاياهم، وهذه هي اللعبة الكبرى التي تدور عليها حياتهم. فالذين يمارسون لعبة الخطيئة بعبقرية ولباقة يستطيعون أن يكونوا في نظر المجتمع ملائكة وأطهار وملائكة وقديسين، أما الأغبياء فهم الذين يقعون في اللعبة وينكشف أمرهم فيرميهم من المجتمع بالحجارة، ويكون هو الخطيئة ويكون هواة الخطيئة ومحترفوها أول الذين يتولون الهجوم. أو ماي جاد، هذا الكلام عن جد يعني، أو الرواية بتشرح لك عن جد الواقع اللي احنا فيه فعليا. في ناس كثيرة مثلا بكونوا، خلينا نحكي، ناس وسخين بس قدام المجتمع هم بيبينوا حالهم كويسين، وهذا الموضوع أظن مشاهد يعني. وبتلاقي دايما انه اول الناس اللي بتعرضوا، خلينا نحكي، مثلا الحبس، الاعدام، هاي الاشياء يعني، او خلينا نحكيها يعني اول الناس يعني مثلا اللي دايما مش عارف كيف احكي لكم، يعني بتعاقبوا هم الناس اللي مثلا بيغلطوا الاول ما، او مثلا بيكون مثلا غلطهم صغير، اما مثلا اللي بيغلط اغلاط كبيره مثلا هذا دايما بيتركوه، ماذا بكون مسؤول او شيء، والله مش كنا بس مثل الفيديو. فأمانة الكتاب حلو، الفكرة تعيته وقصته حلوة، وأمانة عن جد بنصح فيه. لو بدي أعطيه تقييم هعطيه 10 من 10، لأنه عن جد كويس. وأمانة حتى من كثر ما هو عاجبني، أنا أمانة مش لاقي تقييم أمانة، يعني مش قصدي مش لاقي تقييم، أنا مش لاقي كلام أحكيه، لأنه عن جد عجبني. القصة حلوة، الشخصيات أنا كلهم حبيتهم، حتى الوسخات، حتى الشخصيات الوسخة يعني كرهتها وبنفس الوقت حبيتها للأسلوب يعني. والكاتب عن جد يعني اللي هو سليم اللوزي اسمه غريب حتى، فعن جد حبيتها من كل النواحي، وما عندي اي اعتراض غير بس على صوت الغلاف. المهم هذا الكتاب ما عجبني، وما اظنش امانه انه في كثير ناس قرأوه، فانا بنصح فيه وبقوه بصراحه زي ما قلت قبل شوي. ومش عارف، بس هذا هو اللي نفسي احكيه بس عن الكتاب، ما في يعني كلام عميق ولا اشي، لانه عن جد الكتاب ممتاز وبشرح لك وجهة نظر مجتمعنا فعليا. دايما هيك بصير انه الشخص دايما اللي بكون ضعيف وكذا لما يمسكوا الناس اول واحد بموتوا او بسجنوا زي كذا، بس الكبير دايما بتركوا. وانا ساكت الكلام وقاعد بعيده مش عارف ليش. المهم يلا سلام، بشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.